هون رح نستعمل قلنا هي رح نستعمل هلا البارم رول، فوق استعملنا شيسلس رول. رح ارجع ارسم هوت تو فيكتورز انطلاقا من نقطة A، رح احددها هون انا هيدي نقطة A، يعني رح اعتبر الـ A من اول وجديد هي هون، بس بدي استعمل البارم رول. قلنا البارم رول شو بيكون عندهم؟ سيم اوريجين، يعني بدي بلش انطلق من الـ A بالحالتين، مش مثل هيدي بخلص اول فيكتور نهايته بتكون هي بداية تاني فيكتور، لا هون بدي انطلق كل مرة من اول نقطة، عندهم سيم اوريجين، عندهم نفس الراس. الفيكتور يو مثل ما نقلته لهون رح نقله لعند الـ A بنفس الطريقة. هيدا الفيكتور يو رح حطه هون، رح حطه بشكل اذا نزلت لتحت اوصل لعند الـ A. هيدا الفيكتور يو هون وهيدي هون، ثبتها لهيدي وبزيح هيدي لاوصل لعند الـ A. هيدي الـ A، هيدا الفيكتور يو. قبل شوي قديش كان طولها لهيدي؟ بدنا نعمل نفس الطول لانه نحن هي كان طولها عندي هون هي 2.7، هاي تقريبا 2.7. اكيد الطول منبلش من الزيرو، من شحطة الزيرو لهون، ماشي. هيدي الفيكتور يو. الفيكتور في كمان رح ننطلق مش من هون، اذا انطلقت من راس الفيكتور بكون عم بعمل شيسلس، اذا انطلقت من الاوريجين كم مرة تانية بكون عم بعمل بارم رول. كمان بنفس الطريقة رح انقل الفي، احط هيدي هون هيك وهيدي هيك بشكل انه تمرق بالاي. هيا وصلت لعند الاي، بيجي هلا برسم الفيكتور الثاني اللي هو كان طوله 3.3 على ما اظن قبل شوي. مثلا نشوف قديش طول هيدي 3.3 ناقص 9 ملي بس. هيدي هي، هيدا الفيكتور شو اسمه؟ فيكتور في. هاي اليو لهيدي اللي هون، خلينا نشطبها من هون، هيدي اليو هون وهيدا الفيكتور في. كيف بنعمل جوابه للشيس للبارم رول؟ هيدا بارم رول لانه منطلق من نفس الاوريجين، هيدا اليو انطلقت من الاي وهيدي الفي انطلقت من الاي. كيف بعمل لها جوابها لهيدي؟ الجواب الشيس البارم رول اذا بتتذكروا مثلا حط، خلينا نحط اكزامبل هون، اذا عندنا اي بي بلس اي سي شو بيطلع جوابه؟ بيطلع جوابه فيكتور اي دي وير دي از ذا فورث فيرتكس اوف ذا بارم، where d is the fourth vertex of the parm ABDC. ABDC. طيب هلا يعني بدنا نكمل البارم لانه هو هيدا الاي دي رح يكون الدياجونال اللي بيناتهم، فانا بكمل البارم هون وبعمل الدياجونال اللي بيناتهم، هو الدياجونال اللي بيناتهم هو الجواب. فلحتى اعرف الدياجونال المضبوط 100% بكمل هيدا البارم اللي جاي هيك، فبدي اعمل من هون واحد بارلل على هيدا ونفس المسافه. كمان بنفس الطريقه بحط المسطره على اليو وهي المسطره من هون بطلعها لعند الفي اللي عند نهايه الفي. هيدا رح احط خط وهمي لنكمل البارم. هذا بده يكون طوله مثل اليو اللي هي 2.7. هاي مثلا قد هي ونفس المسافة، هاي دي بتوصلها لهون، خلصنا منها بس اكيد منقطين هون، ماشي هون منقطين. الجواب شو بيكون؟ بيكون هو هيدا اللي بيناتهم الدياجونال اللي هون اللي مبلش من الاي لفوق. هيدا هو جواب اليو بلس في، هيدا الاحمر هو اليو بلس في. لاحظوا انتو اليو بلس في هون واليو بلس في هون نفس الطول، رح يطلعوا بارلل ونفس السنس ونفس الماجنيتيود، لانه هودي اليو بلس في هون واليو بلس في هون هي جواب لنفس جمع الفيكتورز، لنفس الفيكتورز جمعناهم، بس هو جمعناهم بطريقه الشيسلس هون جمعناهم بطريقه البارم، لازم يطلع نفس الجواب تلقائيا. ماشي، يعطيكم العافيه.